من قناة السعودية أنتم تشاهدون برنامج الشارع السعودي معنا صلاح الغيدان السلام عليكم نبدأها بأخبارنا لهذا اليوم نظمت يوم أمس هيئة المسرح والفنون الأدائية المؤتمر الصحفي لإطلاق النسخة الأولى من مهرجان الرياض للمسرح هل المهرجان اللي يهدف لإعادة تنمية الحياة الفنية للمسرح وتنشيط وتفعيل الحراك المسرحي السعودي والمقرر إقامته في الرياض خلال الفترة من 13 إلى 24 ديسمبر متضمنا عده عروض مسرحيه و16 ورشه ورشه عمل عن فنون المسرح لتطوير مهارات المسرحيين وصقلها. لتعرف لتعرف اكثر عن هذا المهرجان نشاهد هذا التقرير باعداد الزميل محمد سحيباني. بتنظيم هيئه المسرح والفنون الادبيه وبحضور عدد من الاعلاميين والفنانين ينطلق مهرجان الرياض للمسرح في الفتره من الثالث عشر حتى الرابع والعشرين من ديسمبر. انا اعتقد المسرح السعودي يعني الان في هذا العصر في عصر رؤيه المملكه 2030 يشهد نهضه جديده ومختلفة مثل كل القطاعات الثقافية الأخرى في تركيز على المسرح لقيمته الجماهيرية العالية في قدم رسالة بدون شك ونعتقد أعتقد أنه يعني هذا هدف من الأهداف المهمة في رؤية المملكة وفي الاستراتيجية الوطنية للثقافة هو الوصول للجمهور هذه دعوة لأيضا وضع المسرح في أجندة الاستهلاك الثقافي للأسرة السعودية أنا أعتقد المسرح له قيمة تربوية عالية قيمة معلوماتية وقيمة ثقافية يأتي المهرجان لتفعيل الحراك السعودي المسرحي عبر عشر مسرحيات متأهلة من خمس مدن مختلفة شهدت تنافسا قويا لحجز مقعد في المهرجان بدورته الأولى نحن نمر بقفزات ثقافية مهمة جدا تعتني بالعمل الثقافي بجميع زواياه فبالتالي المسرح جزء لا يتجزأ من هذه الحياة حياتنا اليومية بالتالي وزارة الثقافة اهتمت اهتماما جذريا بالعمل المسرحي وقدمت الهيئة التي من استراتيجيتها هي زيادة الوعي، تمكين المواهب، زيادة صناعة العمل المسرحي إلى آخر حتى تكون النهضة مكملة للنهضة الشمولية التي تعيشها المملكة في جميع القطاعات. للشارع السعودي محمد سحبان. بعد الفاصل. المملكة في مواجهة الفساد. على طاوله الشارع السعودي أهلاً بكم في الشارع السعودي من قناة السعودية، يرتبط تقدم أي دولة في العالم وازدهار اقتصادها ومجتمعها بقدرتها على القضاء الجذري على الفساد، في تجربة السعودية نجحت نزاهة في تحقيق هذا الهدف، فأصبح الجميع في الدولة سواسية، من أكبر مسؤول إلى أصغر موظف، هذا مو بكلامي، هذا كلام ولي العهد في كلمته الشهيرة اللي تقول لن ينجو اي شخص دخل في قضية فساد سواء كان امير او وزير او ايا كان، كل من تتوفر عليه الادله الكافيه سوف يحاسب، انتهى حديث سموه. خلال ثلاث سنوات بلغ اكثر من 120 مليار ريال قيمه المبالغ المبالغ الناتجه عن جرائم الفساد، اكثر من 8 مليار مبالغ مستعاده. أكثر من 47 ألف بلاغ سنويا اللي هو دوركم أنتم خلال هذا العام الميلادي أكثر من 27 ألف جولة رقابية من نزاهة ما يقارب 3000 تحقيق وأكثر من ألف موقوف حلقتنا اليوم تأتي بالتزامن مع اليوم الدولي لمكافحة الفساد أرحب بضيفي المحامي محمد ألسحيم سحيم حياك الله محمد الله يبكيك سلمك حياك الله أخي صلاح أهلا وسهلا الله يحييك ودنا نحكي عن مكافحة الفساد ليش حرصت المملكة على أن تكافح هذا الفساد والله حقيقة أخي صلاح يعني انطلاقا من حرص قيادة هذه البلاد على الارتقاء بهذه البلد والقضاء على كل ما يؤثر على تنميته والارتقاء به ولا شك أن الفساد له أثار خطيرة على المجتمع من الناحية الأمنية والاجتماعية الناحية الثقافية ومن الناحيه الاقتصاديه كذلك فالمملكه اتخذت كافه السبل لمكافحه هذه الافه الخطيره قامت المملكه العربيه السعوديه باستحداث كثير من الاجراءات <applause> وتطوير بعض التشريعات والانظمه وتعديلها بما يتوافق مع هذه الرؤى وهذه الطموح ونحن نلمس حقيقه كثيرا من يعني الانجازات على ارض الواقع التي تبين ان ان هذا السقف من الطموح لن يقف عند حد معين نحن ما زلنا نرى يعني بفضل الله يعني مستوى منذ بدء هذه الحمله حتى الان يعني انجازات كبيره ونسير على على وتيره جميله جدا وبشكل افضل هذا ان دل على شيء فانما يدل على ادراك القياده لخطوره هذه الافه وكذلك يعني يعني تحقيقا لرؤيه ولي العهد صاحب السمو الملكي الامير محمد سلمان الذي كان عرابا لهذه الرؤيه والتي ترتكز على عدد من المرتكزات التي من أهم هذه المرتكزات تحقيق مبدأ الشفافية وكذلك تعزيز مبدأ المساءلة والمحاسبة وكذلك حماية النزاهة ومكافحة الفساد هذه المرتكزات التي تقوم عليها الرؤية لو لم يتم تحقيقها لم لم استطعنا إنجاز الأهداف أهداف الرؤية والوصول إلى وطن مزدهر وطموح و... واقتصاد متطور طيب لو نحكي على الآثار، يعني الفساد وش يسوي في المجتمع والاقتصاد؟ يعني ترى أنا وياك نعرف الإجابة، جميل لكن لكن اليوم اكتشفنا من جمهور الشارع السعودي بعد ما يعني يعني تقدمنا في الرسائل ترى اكتشفنا أنه فيه جيل قادم وجديد متوسط ثانوي أغلبهم يتابعون ويسألون تجينا أسئلة متكررة، إيش معناها؟ يسأل على مصطلحات هي معروفة بالنسبة لي ولك. فالإسهاب في الشرح عشان يفهمون وعندنا اكسبو طلع عندنا مقطع نشر في المدارس اللي هو مقطع يعني ما هو اكسبو يعني في ناس من الطلاب ما يعرف من اكسبو ولا اسمه فسوينا مقطع ميزانيه الدوله ايضا من محتوى شارع سعودي وصل الان في السوشيال ميديا لاكثر من مليون مليون ونص متابع فلما تتكلم لا تفترض ولا تغفل انه المشاهدين يشوفون كلهم كبار ترى في ناس يعني من هالجيل اللي لازم نحطهم في في الحسبان فلما نيجي نقول فساد وش يسوي الفساد في الاقتصاد والمجتمع. والله لو لو اتينا ونظرنا الى حجم التاثيرات الناتجه من الفساد ستجد انها كبيره ولي ويصعب حصر هذه الاثار. لا شك ان الاقتصاد يؤثر بشكل مباشر على التنميه في اي بلد ويهدد كذلك قيم المواطنه الصالحه ويهدر موارد الدوله ويخل بالعداله الاجتماعيه وكذلك يؤثر على على مستوى المعيشه لدى الفرد في المجتمع. اذا غابت الرقابه الحكوميه وغاب وغابت الرقابه الذاتيه عن الفرد فاصبح اصبح المجتمع بؤره للفساد وقابل لتنامي هذه الحاله. عندما يتعامل الموظف او او رئيس المنشاه وكان المنشاه ملكيه خاصه له لا تتوقع ان يكون هناك نوع من التطوير او نوع للمصلحه نظرا للمصلحه نظر للمصح... المصلحه العامه وانما سينظر الى تحقيق مصالح الخاصه دون وضع الاعتبار للمصلحه العامه <applause> لا شك ان الفساد يؤثر بلا, بلا ريب في مساله مستوى التدفقات الماليه للدوله لا شك انه يؤثر على المخزون من راس المال لا شك ان الفساد يؤثر على عمليات الانتاج والتطوير التي تسعى الدوله الى تحقيقها لا يمكن ان نقول يعني ان 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 التعامل مع مع الاداره الحكوميه اذا اصبح اذا اصبح الفرد يتعامل معها وكانها ملكيه خاصه له ويقوم ب قراراته وفق أهواء الشخصيه ما في نظام بدون بلا نظام وبلا ضوابط فنتوقع ان يكون هناك فساد لكن لما 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 يكون هناك مثلا يعني نظر للمصلحه لمصلحة البلد ومصلحة المشروع فسنجد نتائج إن شاء الله إيجابية إذا أصبح رئيس المنشأة يتعامل مع هذا المشروع مثلا يعني في ترسية عقد مقابل رشوة معينة مثلا فمن الطبيعي أن 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 هذا المشروع أن هذا المشروع ستقل جودته، من الطبيعي أنه سترتفع الكلفة التشغيلية مما يحمل الدولة او خزينه الدوله اعباء ماليه اضافيه. كذلك ايضا من ضمن الاثار ان ان شعور المواطن بالعداله الاجتماعيه وشعور كذلك بالحقوق ستتاثر مما ينمي لديه حقدا على يعني على اداء الاجهزه الحكوميه وعدم رضا بها. إذا, اذا شاف اذا شاف في فساد اذا ش اذا راى في فساد طبعا هذا شيء مؤكد. آه لا شك أن, ان ان الفساد سبب في زياده البطاله. لا لا شك ان الفساد سبب في زياده البطاله المقنعه اللي هي مثلا إن تجد مثلا منشاه فيها مثلا 10 موظفين لا يعمل منهم اثنين او ثلاثه والبقيه بلا انتاجيه. لا شك ان الفساد يؤدي الى غياب الشفافيه. واذا غابت الشفافيه اصبحت البيئه هذه منفره للاستثمارات. أن يأتيك مستثمر إذا ما حصل هناك ضمانات وهناك حقوق وهناك التزامات وهناك تكافؤ للفرص فبإمكانه أن يتقدم بترسية بمشروعه ويحصل على حقه مثل بطريقة متساوية بمساواة وعدالة لكن إذا أصبحت الواسطة إذا أصبحت الرشوة هي الواقع فللأسف الشديد ستكون هناك آثار سلبية على المجتمع. وأنت تحكي على المستثمر سواء المستثمر المحلي اللي هو المواطن أو حتى المستثمر الاجنبي واحنا شفنا دائما وزير الاستثمار يصرح 44 شركه بعدين قال 80 بعدين قال وصلنا ل 100 بعدين اخر في نوفمبر قال وصلنا الى 100 وشوي الشركات اللي نقلت مقراتها لل الرياض اخرها الشركه الامريكيه اللي تدير اصول بترليون آه دولار آه هذا الشيء يعني ثقه المستثمر اليوم في بيئه العمل الخصبه في في السعوديه مكافحة الفساد اللي في السعودية هي أحد نتائجها؟ زميل. أحد مؤكد مكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية أصبحت نموذجا عالميا يحتذى به. أصبحنا نحن كمواطنين نفاخر بهذه التجربة. هذه التجربة لم تقف عند حدود المملكة العربية السعودية بل تجاوزت هذه الحدود. جريمة الفساد جريمة عابرة للحدود ليست جريمة محصورة سيتأثر منها العالم ككل ويمكن للمملكة العربية السعودية جهود كبيره في مساله نقل التجربه الى العالم وتقديم مبادرات ان شاء الله سنتحدث عنها في وقتها باذن الله. لكن حقيقه ان 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 ما قامت به الدوله الان حاليا من من انظمه واستحدثت من اجراءات معينه ومع وجود الشفافيه ووجود بعض الاجراءات التي اصبحت عامل جذب قوي للمستثمرين خارج المقر السعوديه اصبحت المقر السعوديه وجهه حاليا الان فعلاً. بسبب هذه الاجراءات وهذا من فضل الله عز وجل وبسبب يعني ما نرى ما نلمسه من هذه الاجراءات التي كان من شانها ان تظهر بهذا المظهر الجميل المشرق باذن الله ان شاء الله طيب استاذ محمد لو اسالك كيف نحقق العداله الاداريه في المنظمات جميل طبعا احنا بما ان يعني حديثنا عن الفساد فمن المؤكد ان محور طبعا قبل 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 ما تسولف خلينا نقول للمشاهدين إن, ان من اروع الحوارات اللي نرويها مع محامي لان المحامي فاهم وعنده و و انسنه لبعض القصص والقضايا اللي ممكن انت تكيفها عشان يفهمون الناس باذن الله نعم يعني. نحن طبعا الوظيفه العامه هي مدار الحديث او مدار حديثنا الفساد يقع غالبا في الوظيفه العامه وهي المعنيه ان الدوله تريد ان تحمي هذا هذا هذه هذه المنظومه من التلاعب بها او او التعدي عليها والتجاوز في حق هذه المنظومه. لا شك ان الموظف العام هو هو محور هذا الاهتمام. اذا 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 تم اذا حققنا لهذا الموظف المعطيات النفسيه وعززنا الثقه لديه وحكمنا سلوكه الوظيفي. سلوكه الوظيفي بالمتابعة والرصد طبعا سيتم سنجد هناك إن شاء الله بإذن الله ثمار إيجابية لا يمكن أن نترك يعني الموظف الموظف الحكومي إذا لم يجد بيئة صحية سليمة من الفساد والتلاعب سينشأ لديه عدم ثقة في هذا الجهاز وستكون يعني للأسف الشديد يعني لا نتوقع اليوم أن هناك فاسد واحد إذا إذا خرج فاسد خلفه عشرة الفاسدين فهذا امر طبيعي، لكن اذا اذا تم تجفيف منابع الفساد، وتم وضع الانظمه والتعليمات، وايضا من يعني من ذلك ان ان الدوله رعاها الله وسمو ولي العهد اكد على مساله الحوكمه في القطاع العام، وهذه مساله حديثه ليست بقديمه يعني موضوع الحوكمه ليس بقديم. وانما من من الامور التي طارت طيب اخيرا لما لهذا لما للحوكمه من اثار ايجابيه على القطاعات العامه. طيب الفساد اليوم الفساد اليوم مالي واداري ايش الفرق بينها جميل جدا. طبعا اختلف شراح القانون في مساله يعني ما هو الفساد المالي وما هو الفساد الاداري فبعضهم ذكر ان الفساد المالي ما يتعلق بالمال العام وما عدا ذلك فهو فساد اداري. فمن هم من يقول مثلا الرشوه تعتبر من الفساد الاداري وليست من الفساد المالي. هناك اشخاص يرون ان الفساد المالي هو ان يكون المال جزءا من الجريمه. اما الفساد الاداري فالمال ليس جزءا منها مثل التعسف الوظيفي او او التعدي باسم الوظيفه العامه، لكن حقيقه احنا لو جينا ننظر الى النظام لم يفرق النظام بين الفساد المالي والاداري. حقيقه ان كل فساد مالي هو ناتج عن فساد اداري. والفساد الاداري غالبا ما ينتج عنه فساد مالي غالبا طيب انا انا خلني اتوقف عند هذه النقطه أسألك سؤال واقول هل اللي احنا نشوفهم في نزاهه قبضنا على ثمانين شخص قبضنا على 90 شخص جميل قبضنا على 100 شخص هل هؤلاء كلهم فاسدين طبعا المتهم في قضايا الفساد مثله مثل غيره من المتهمين يعني وله كامل له كامل الحقوق خلني اوضح سؤالي نعم اليوم الله يسلمك عندنا فساد مالي وفساد اداري جميل عندك في المنظومه مسؤول المسؤول هذا هو الفاسد وهو اللي خلى المسؤول اللي تحته بالتليفون اعمل كذا وقع كذا جميل. لما تكون فيها قضيه الاثنين يمسكون جميل تمام هذا تلقى مشهود له بالخير وهذه رساله ترى لازم نخرج صحيح. من الحلقه هذه برساله لهذا النوع من المسؤولين صحيح. اللي يتلقى الاتصالات التلفونية الشفهيه جميل. عندك نظام اليوم مجلس هيئه الخبراء قاعده تتعب، مجلس الوزراء اقره، اليوم انت انت منظومه تحت نظام وفي حوكمه عاليه جدا. جميل ليش تقبل تلفون وقع مع فلان ولا لا توقع مع فلان او كذا او لما يجي الفساد يلقى انه والله انا انا ما لي دخل هو اللي قال لي، وين الاثبات؟ وبدينا في الم... هذا عشان انا اسال سؤال هل كل اللي يقبض عليهم فاسدين ولا نصهم عن غباء وضحايا اجراءات؟ نعم. حقيقة هناك أشخاص قد قد يصدق عليهم أن نقول أن نقول أنهم أغبياء أو لا مصلحة لهم أو قد أساءوا التصرف أو الفهم لكن لا يعفى شخص من من المسؤولية أبدا يعني القانون فعلا هنا القانون لا يحمي المغفلين لا القانون لا يحمي المغفلين ولا يعفى أي شخص لا مبرر حتى لو قال أنا لو وجدت توجيه أو وجدت يعني جاني توجيه من رئيسي في القانون الجنائي لا يعفى الإنسان بناء على توجيه فأصبح شريك في جريمة وسيعاقب وفقا للنظام لان توجيه رئيس هذا مخالف للنظام مخالف للنظام ويجب عليه لا يتبع هذا التوجيه اذا كان اذا كان في التوجيه اي اي شبهه في فساد فينبغي له ان 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 يتحقق منه ولا يجامل في هذه المساله هي ما فيها مجامله لو لو تم ضبط هذه الحاله سيعاقب ولا 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 يعفى من مساله تلقي التوجيه حتى وان كان رئيس هذا عسكري أو رجل ضابط فلا يعفى له حتى باسم باسم الوظيفة لا يعفى أبدا من مخالفة النظام أو ارتكاب أي جريمة أيا كانت هذه الجريمة بناء على أمر صادر إليه. محمد آل سحيم محامي ولازم يعرفون الناس اليوم حتى أنت تقول حتى على مستوى العسكر أنه دائما الرتبة العالية يأمر على اللي على اللي تحته. نعم صحيح. طيب واحد تحت أمره ضابط كبير وش يقول؟ نعم يعني ما يقدر يقول له انا انا انت انا لو انا عقيد وانت لو نعم. وقلت لي يا فلان سو كذا وانا اعرف النظام بيجيني خجل بخاف انك تنقلني بخاف انه ايش اسوي؟ هذه مشكله اذا كان اذا كان اذا كلنا خفنا اصبح هناك يعني ثق ثقه تام ان هذا المسؤول سيتخلى عنك وسينكر اصدار هذا التوجيه لك ولن ولن يتحمل عنك المسؤوليه طيب ايش اسوي؟ انت الان مكان نعم. واحد جهه اتصال يجب, يجب اول شيء يجب الابلاغ الحمد لله الدوله هيئت فرص وهيئت يعني وسائل للتواصل عن طريق نزاهه هي هي الرقم مكافحه الفساد 980 رقم يمكن الاتصال به لابلاغ عن حاله الفساد عن هذا الامر وسيتم اتخاذ الاجراءات اللازمه من البحث والتحري والتقصي يعني عن هذه الجريمه والقيام باجراءات الاستدلال حولها وعند التحقق من وقوع من وقوع جريمه فساد او من وقوع شبهه فساد سيتم اتخاذ الاجراءات النظاميه حيال ذلك الامر يعني انت تقول اذا جاك اتصال من احد بلغ مباشره يعني امرك اليوم امر نظامي ارسل لك ايميل بالدومين حق المنظمه اللي انت فيها او ارسل لك خطاب رسمي عن طريق الشؤون الدارية هذا معناته انه يجب عليك مباشره ان تبلغ الحاله لكن غالبا انا اعطيك كل لا لا انا اقول اذا جتك رسميا يعني تنفذ لان عندك اليوم مستند صح؟ نعم يعني هو هو غالبا ما شوف الفاسد ما يتجرأ وهذا اللي اقصده إنعم. لكن لو تجرأ الفاسد دائما الفاسدين ما يتجرأ يوثق على نفسه تلقاه يكلم مكالمة هي انه يعني يحاول انه يحط وسطه حتى إنعم. يتنفذ اللي يبغاه وياخذ تمام. من المشروع الـ 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 والله هو غالبا لا ي... لا, ي... لا يعفى من العقوبه هذا ما ينفذ حتى وان كان هناك توجيه رسمي ولكن لا نستطيع ان نعمم كل الحالات يعني لابد ان تنظر كل حاله على حده يعني لابد ان تنظر الوقائع لكنه بيكون و... شريك في في تنفيذ اللي. يعني لان جريمه طيب اي بيكون شريك لان جريمه الفساد كسائر الجرائم الاخرى تتطلب وجود اركان معينه وتتطلب وجود ركن مادي ومعنوي فاذا توفرت هذه الاركان قامت الجريمه. طيب خلينا نسمع اجابات الناس. طيب سالنا استطلاع في الشارع السعودي، وش تسوي لو واجهتك حاله اضطررت معها لتنفيذ فعل يشكل فساد؟ خلينا نشوف اجاباتكم. طيب خلينا نشوف التقرير اذا جهز مع بدر انت قلت انه لا يعفى المنفذ انا 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 نفذت امرك لا اعفى من من الفساد طيب هل عندك حالات واقعيه حصل مع هذا الشيء وما أعفي من الفساد؟ والله شوف قصص بشكل عام، اعرف ان المحامين دائما والله شوف هو هو انا كنت ابحث عن قصص صراحه مم. وجدت اشكاليه في ايراد بعض القصص لان فعلا أو يعني قضايا الفساد قضايا محصوره ونوعيه معينه ما هي مثل القضايا العامه اللي في المجتمع حطني بشكل يعني عام لا لكن انا عندي بعطيك مثلا بعض الاحداث يعني انا مم. هذه قصه مرت بي انا ايوه هو رجل امن رجل ضابط كان هناك دوره تدريبيه في برنامج ما اذكر اسمه مم. وتعامل مع محل عصيرات لتموين الفترة التدريبية والمحل هذا يعود لزوجته فكانت هذه هذه جريمة فساد يعني كون أن أن يرس أو تعامل مع هذا المحل محل العصيرات فيعتبر هذا جريمة فحتى وإن كان المبلغ الموجود أو قيمة العصير هي طبيعية يعني ما فيها مبالغة ما فيها مبالغة حتى بدون مبالغة بس لازم نوضح الفلوس من من المنظمه ليست من من حساب الشخصي لا لا ما من حساب الشخصي ما حساب من حساب الشخصي لا ما حسابها هي يعني ستورد الحساب للدوله اها يعني بتطلعها. يعني راح في دوره تدريبيه العهده نعم. اللي جتهم للدوره هذه صرفها نعم. على العصير حق في قضيه مشابهه اعلنت عنها نزاهه اللي هي مدير اداره النشاط الطلابي باداره التعليم في احد المناطق قام باتفاق مع محل على 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 تموين توفير مستلزمات الاحتفال باليوم الوطني مقابل العقد اخذ 33 الف ريال منهم مقابل ترسية هذا العقد الموظف اللي راح ودى العرض لهم او او افصح عن قيمه العروض الاخرى حتى يرتب يعني اخذ 1000 ريال واتهم الاثنين تم القبض عليهم بجرم المشهود وهذه قضية فساد هذه قضية فساد هذه يعني عنها من نزاهة هناك قضية أخرى يعني كانت بين نزاهة وهذه قضية عقود مشاريع وهمية وهذه كمان تخرج عن مستوى الوظيفة العامة يعني ممكن تسالني حتى عنها لو حبيت هل يعني هل لان احنا ما نزاهه ما هي وظيفه عامه وبس ترى ادخل عد للنظام دخلت فيها وش القضيه قولها؟ هي قضيه ان بالتنسيق بين نزاهه والبنك المركزي البنك السعودي المركزي تم ايقاف رجل اعمال للحصول على تمويل بنكيه جاوزت اكثر من 100 مليون ريال مقابل مقابل عقود قام بتقديم عقود وهميه مشاريع وهميه وتم القبض كذلك على الموظف البنك الذي قام بمساعدته في هذا في هذا الموضوع يعني هو استخرج طب هذه ثلاث قصص الان الناس تسمعك اي نعم و و واض... في... فيه نقطه اخرى كمان يمكن هي مساله خطيره شويه وهي مساله رجل المرور اذا جاء احد يترجاه حتى ما يستجعل المخالفه واستجاب لهذا لهذا الرجاء فهذه جريمه رشوه غير فلوس رجل المرور ايوه اذا جاء احد يترجاه ويطلبه تكفى, تكفى انا والله ما شفتك ما انتبهت الاشاره وقطعتها انا خالفت ما انتبهت تكفى سامحني لو استجاب لو استجاب جريمه رشوة المكتمله الاركان ايش عقوبه الرجل المرور ايش ممكن يصير فيه؟ نعم هذا ارتكب جريمه الاستجابه الرجاء وساطه وفق الماده الرابعه من نظام الرشوه ارتكب جريمه كامله فيعاقب في النظام هذه هذه قصص تقريرنا جاهزه يا بدر ولا نطلع فاصل؟ فاصل نكمل بعد ما تبقى برنامج الشارع السعودي فابقوا معنا اهلا بكم واهلا بمن انضم الينا الان نتحدث بالتزامن مع اليوم الدولي لمكافحه الفساد إنجاز السعودية في هذا الملف أرحب مجددا بالمحامي محمد آل سحيم اللي ما شافنا قبل الفاصل ترى ممكن فاته يعني أغلب الترندات اللي اليوم تطلع في تويتر الله يغنيك أستاذ محمد آخر شيء قلته قبل الفاصل وهذا ترى فيه انسنه ويهم الناس لانه يحصل شبه يومي اذا رجل المرور مسك واحد مخالف وترجاه واستجاب لا يعتبر فساد نعم اصبحت هذه جريمه رشوه مكتمله الاركان وفق الماده الرابعه رشوه جريمه رشوه وهو ما اعطى فلوس وما اعطى فلوس بس ل... انه استجاب ل لي... للرجاء او للرجاء جريمه الرشوه قد تقع ولو لم يكن هناك ماده ما م... 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 شرط يكون هناك نقود قد تقع جريمه الرشوه تحقيقا لمصالح شخصيه او وجاهه او تقديم خدمات خاصه او تقرب من شخص معين ترى هذه على فكره ترى هذه إيه؟ هذه معلومه جديده انا شخصيا اول اول مره اسمعها نعم يعني انا افكر ان الرشوه فيها فلوس حتى لا مرقمه بعض الاحيان يرقمون الفلوس عشان تثبت صح؟ لا الرشوه لها اكثر من شكل ولا يشترط ان يكون ان يكون المقابل مادي، قد يكون المقابل معنوي. فتقع جريمه الرشوه كل من استجاب او قام بعمل من الاعمال الذي خالف به واجباته الواجبات الوظيفيه سواء كان بمقابل مادي او بمقابل مثل معنوي فهذه تكون جريمه رشوه مكتمله الاركان ويعاقب عليها فاعلها. طيب خلينا نشوف استطلاع ما هو التصرف اللي بتسويه لو واجهت لو واجهتك واقعه فساد انت مالك دخل فيها خلينا نشوف إجاباتكم اطالب بالرجوع يعني اذا في كاميرات في المكان مثلا يرجعون للكاميرات اذا المكان مثلا ما يكون في كاميرات او ما يكون في شيء يثبت يعني احاول اني استعين بمحامي او يعني اصحاب خبره مثلا في المحاماه في القانون اولا ابحث الملفات اللي عندي عن كيف اجد دليل البراءه اللازم لي اتابع الكاميرات من دخل مكتبي طلع من مكتبي أه البحث في سواء محركات الانترنت او في الكتب الانظمه عن ما ما اقدر اطلع منه دليل يفيد به براءتي. نلجأ لاساليب محامي ومستندات تثبت عدم فسادنا في الموضوع وهذا اللي بنكون الاجراء ان شاء الله اللي نتخذه. ابلغ الجهات المختصه ومراجعه الكاميرات ولازم وف... يكون موجود نفس الشخص اللي تورط بسببه أجمع أدلة وإثباتات وبراهين وأشكي في الجهات المختصة مثلا أه بس قبلها يكون عندي إثباتات عشان أنا أقدر أواجه الموضوع بنفسي أنا إذا رحت للجهة المختصة أه عندي إثباتات زي شهود كاميرات أه فرضا يا العمر والسلامة أعطيهم الموقف من إلى وهم أه وقتها يتصرفون ويحللون اهلا بكم واهلا بمن انضم الينا آآ الان آآ رئيس في جهه معينه منح احد الموظفين مكافاه هو ما يستحقها نعم هل هذا فساد مؤكد اذا كان هذا الرئيس يعلم انه غير مستحق للوظيفه او لهذه المكافاه في من جريمه فساد مكتمله لكن قد يعطي هذه المكافاه دون ان يعلم ذلك آه يعني آه لا اعتقد ان هذا الشيء يعني آه حتى شرعا مقبول النبي صلى الله عليه وسلم آه قال يعني آه آه يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم اني لو اعطي احدهم العطيه فيخرج بها يتابطها شرا آه قيل يا رسول الله يعني فلما يعني تعطيه قال يا ابونا الا ان يسالوني ويابى الله لي البخل يعني هذه ليست بحق لك اذا اخذت مكافاه تظن ان عطاء الرئيس لك او عطاء المسؤول هذه المكافأة وأنت لا تستحقها أن هذا الأمر يباح لك ربما عليك إثم كبير في أخذ هذه المكافأة حتى ولو لم يتم كشفها أو لم يتم تقدير ذلك لأن من يقدر هذه المكافأة هو الرئيس فلو رئيس قدر من قمت بعمل أو خارج دوام وأخذت عليه مبلغ معين من المال فليس هذا حقا لك بل ربما تأثم بسبب قبول هذا الأمر طيب كيف تكتشف؟ يعني قد لا تكتشف، لكن هذه تحتاج إلى نوع من الرقابة الذاتية نحن يعني نذكر هذا الأمر لتوعية الناس من خطورة مثل هذه الأمور حتى ولو لم تكتشف الإنسان لما لما يعني نحن يعني بفضل الله بلد إسلامي نتعامل بالشريعة الإسلامية فينبغي لنا في أن يكون ديني. لدينا وازع لدينا ديني للابتعاد عن مثل هذه السلوكيات ولو طيب. لم يكن هناك رقابة حكومية ولو لم يكن هناك قوانين وأنظمة ولكن هذا الأمر محرم شرعاً. خصوصا فيما يتعلق بموضوع الرشوة أو أخذ المال بلا وجه حق طيب المواطن والمقيم والموظف الحكومي أيضا منهم حتى موظفي القطاع الخاص اللي يحتكون في القطاع العام يسمعونك الحين جميل وإيش تنصحهم عشان ما يقع في الفساد؟ والله حقيقة رفع مستوى الوعي لدى المواطنين معرفة يعني نحن الآن أصبحنا في مستوى عالي من الوعي هيئة الرقم مكافحة الفساد أصبحت تنشر بشكل دائم عدد الحالات التي تم القبض عليها في جرائم الفساد تنشر بعض الامثله عن قضايا الفساد اصبح العذر بالجهل غير مقبول يعني العذر بالجهل اصبح غير مقبول فكل انسان يعلم يعلم ما هي الجرائم التي ترتكب باسم الفساد او تحت طائلة تحت هذه الجرائم فلا عذر لمن يدعي الجهل في بذلك طيب ما هي عقوبه ممارسي الفساد والله طبعا النظام يعني هناك يعني نصت المرسوم الملكي 34 الصادر عام 1377 فيما يتعلق بجرائم استغلال النفوذ الوظيفي ونص على عدد كثير من الصور هناك عقوبات قد تصل للسجن الى عشر سنوات سجن وبالاضافه الى غرامات ماليه وكذلك في نظام الرشوه كذلك يعني وضع عقوبات على مرتكبي جرائم الرشوه او مرتكب الرشوه وقابليها والمتعاملين فيها وكذلك من استجاب لرجاء او وساطه وقام بالاخلال بواجب بواجب بواجباته الوظيفيه قد تصل يعني تراوح السجن من ثلاث سنوات والى عشر سنوات وغرامات قد تصل الى اكثر من مليون الى مليون ريال وهذه عقوبات يعني نص عليها النظام لمن ارتكب مثل هذه الجرائم، هي جرائم الرشوة وجرائم و وجرائم استغلال النفوذ الوظيفي ولها صور كثير متعدده. طيب، اليوم لو اضطر الفرد للاستجابه لفساد هل يحاسب جنائيا؟ أو يعني او هل يعفى؟ اي نعم، نقول مثلا يعني ان هذا الفرد يعني اصبح امام حاله معينه لابد ان يدفع رشوه حتى ياخذ حقه. طبعا هذا الشيء غير مقبول. يعني نحن الآن أصبحنا بفضل الله يعني ممكن المواطن ليس مجبرا على تقديم مثل هذه الأمور ممكن المواطن من, من الرفع من الشكوى لو كل, لو كل شخص قام بمثل هذا السلوك باعتبار أنه لا يمكن الحصول الحق إلا بهذه الطريقة فهذه مشكلة يعني أنا لاحظت قبل فترة يعني يمكن ربما في بعض وسائل التواصل أو بعض المواقع من يعرض مبلغ من المال مقابل وظيفة صح نعم وهذه كارثة قد تكون باب من أبواب الفساد وانا وجدت موجود اعلانات بهذا الشكل صح موجوده في نعم تويتر نعم في تويتر وفي مكان اللي يجيب لي وظيفه بعطيها 10000 ريال بعطيه 20000 بعطيها والراتب بس ترى عشان بما انك فتحت هذا الموضوع ترى اغلبهم من خارج المملكه ونصابين إيه نعم يعني بس عشان عشان الناس اليوم يفهمون نعم ترى ممكن صحيح أن في احد فاسد يجيب وظيفه بهذا الشكل بس نعم انا يوم دخلت وكتبت من هؤلاء المتطفلين اجابوا الناس اللي عندهم معي قالوا ترى هذول نصابين خارج المملكه يقول لك العشر آلاف ريال هذه مثلا لو طلب عشر آلاف ادفع لي منها مقدم ألفين عشان إثبات حسن النية منك تقوم أنت تقول هذه ألفين قفل جوالاته و... لا نحن ننبئ على ذلك لأنه ممكن المواطن يغتر بمثل هذه الامور ويرى انها حق مشروع لها. لا بس الشيء بس يذكر بما انه احنا في شارع السعودي توعيه فجزاك الله خير منك فتحت هذا اه الموضوع اغلبهم اه اه خارج المملكه، طيب لو كان داخل المملكه وفعليا عنده وظيفه واخذ عليها 10000 ريال تعتبر فساد؟ تعتبر فساد اذا حصل على الوظيفه بلا استحقاق اصبح غير مستحق للوظيفه او لم تنطبق عليه الشروط او كان هناك اخلال بهذه الوظيفه قد قد يقع يعني حقيقه قد يقع المسؤول يعني نحن ما الى الآن ما عندنا وقائع واضحه يعني كيف حصل على الوظيفه؟ كيف حصلت الشفاعه؟ كيف حصل القبول؟ هل هو مستحق او غير مستحق؟ في كثير من الظروف التي ينظر فيها هل سلك المسار النظامي هل انطبقت عليه الشروط التي التي بموجبها يستحق هذا العمل لا؟ طيب انت قلت في البدايه في بدايه حديثك واحنا نحكي على انه ممكن يسوي الواحد فساد وهو ما يدري فما يعفى من من العقوبه، اثناء اجابتك انت كنت تقول ان السلوكيات الاداريه التعسفيه تدخل في الفساد، صحيح؟ نعم. حقيقه يعني ليست جميع الاجراءات السلوكيه التعسفيه تدخل في الفساد في من الفساد. طبعا هنا مساله بد ان ننبه لها. جريمة الفساد كسي كغيرها من سائر الجرائم ينبغي أن تتوفر فيها بعض الأركان فأي شخص استغل نفوذه أو قام بالإخلال بوجباته الوظيفية أو لمصلحة شخصية له أو لغيره أو قام بالتعسف الوظيفي أو بإساءة استخدام السلطة أو باستغلال نفوذه الوظيفي لإضراب الغير هذه هي جريمة مكتملة الأركان فنحن عندنا ركن مادي وركن معنوي هو القصد الجنائي وأيضا لدينا هناك يعني شرط خاص وهو تحقق المصلحه الشخصيه. قد يرتكب الموظف بعض السلوكات الخاطئه لكن لا ترقى الى مستوى الجريمه، لكن تكون هناك يستحق طيب يعني عليها العقوبه التاديبيه. طيب هل تشمل العقوبه ويشمل النظام المتقاعدين او اللي استقالوا بس انهم كانوا يمارسون فساد؟ طبعا جرائم الفساد لا تنتهي بالتقادم. ابدا. يعني هذه جريمه لا تقادم فيها. فلو جلس لو لو انقطعت سيرة الموظف العام بالوظيفة فهذا ليس معناه انه انه سيعفى من العقوبة بل سيحاسب وستطبق عليه الأنظمة ولو مر يعني أعوام كثيرة عن الواقع لا سيحاسب عليها. طيب هل سفر المفسدين لخارج المملكة يحميهم من العقوبة؟ لا يحميهم أبدا. يعني المملكة السعودية الآن معالي رئيس هيئه الرقابه وكاحة الفساد كان في اجتماع منذ فتره مع المنظمه الدوليه للشرطه الجنائيه الانتربول وكان محور الحديث في هذه المساله وهذه زياره معلنه عن مساله استرداد الاموال التي خرجت من المملكه السعوديه عبر جرائم الفساد وكذلك طلب الاشخاص الهاربين والمطلوبين في قضايا فساد فكل من خرج سيتم اتخاذ الاجراء بحقه هناك تنسيق وتعاون بين هيئه الرقم وحده الفساد مع المنظمه الدوليه للشرطه الجنائيه الانتربول لاحضار كل شخص تم تورط في قضيه فساد هل الجهل بالنظام يحمي الفرد من العقوبه لا ابدا لا يحميه احنا يعني ذكرنا ذلك انه لا يعفى الانسان لا عذر لمن يدعي الجهل ولو دفع الانسان اثناء المرافعه اثناء مرافعه امام القضاء بجهله بالقانون فلا يقبل منه هذا هذه قاعده هذه من الثوابت القضائيه او من الثوابت القانونيه في جميع الجرائم او في القانون الجنائي الادعاء الجهاله بالقانون لا, لا, لا تحمي الانسان وليست من الدفوع المقبوله امام القضاء كيف نحمي المبلغين ما شاء الله ذكرنا في المقدمه 47 ألف بلاغ ما شاء الله في ثلاث سنوات ساهمت في استرداد مبالغ عاليه جدا وصلت الى ال 120 مليار ريال نعم يعني صحيح. في هؤلاء المبلغين لهم حمايه؟ لهم حمايه فعلا، صدر مرسوم لك بقواعد لحمايه المبلغين. قد قد يشتكي بعض المبلغين مثلا من تعرض للمضايقه بعد تقديم بلاغ معين فيطلب الحمايه. الحمد لله مكنت هيئه الرقابه ومكافحه الفساد لديها ضوابط واجراءات معينه لحمايه هؤلاء المبلغين. فكل من بلغ عن جريمة فساد فله حماية لن يتعرض للضرر أو الأذى بإذن الله وهذا أمر مقر يعني بمرسوم ملكي وله قواعد وإجراءات اتخذ من قبل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد يعني اليوم اللي دافع عن المبلغين نزاهة نعم صحيح هي هي الجهة المختصة وهي المعنية بتطبيق الأنظمة والتعليمات والإجراءات المتعلقة بمكافحة الفساد طيب بنحكي على صورتنا الذهنية بعد اقرار نظام مكافحه الفساد التشريعات اليوم في المملكه كيف تشوفها لحمايه المال والله حقيقه لو نظرنا الى التشريعات الموجوده في المملكه السعوديه سنجد يعني يعني لا يوجد هناك تشريعه جديده حقيقه هناك تعديلات لبعض الانظمه في القرار الوزاري 43 الصادر عام 1377 وايضا هناك تعديل في نظام الرشوه تعديلات وليست تشريعات حقيقه اللي حصل هي اراده قويه وصارمه لاجتثاث هذه الافه من المجتمع متمثله في شخص سمو ولي العهد الذي وضع على عاتقه هذه المسؤوليه وقام برئاسه اللجنه العليا في البدايه ثم يعني استمر هذا العمل بوتيره بعد يعني تضافر كثير من الجهود كان كان العمل مشتت كنا يعني ضائعين امام اجراءات بيروقراطيه لا توصل الى الى القضاء على هذه الافه بطريقه صحيحه. توزع المهام بين عدد من الجهات قامت الدوله مشكوره بضم هذه الجهات الى هيئه الرقابه والتحقيق وضم كذلك المباحث الاداريه وما تسمى التحريات الاداريه وضم كذلك ضمها الى هيئه الى الى نزاهه وسميت كل هذه هذا الجهاز هيئه الرقابه ومكافحه الفساد. وتم و... الان انشاء وحده للتحقيق الجنائي والادعاء او وحده التحقيق والادعاء الجنائي جميع هذه ال... الجهات تم ضمها تحت, هذا... تحت... تحت هذه السلطه لتكون اكثر فاعليه واكثر قدره على محاربه هذه الافه والقضاء عليها باذن الله. طيب في ختام الحلقه معك 30 ثانيه، ماذا يريد المحامي محمد ال سحيم ان يخاطب المجتمع من منظور مكافحه الفساد ايش ممكن تقول والله حقيقه يعني قضايا الفساد من القضايا او من الافات الخطيره التي تدمر المجتمع وتوجه الدوله بفضل الله في في هذا المسار هو هو اول الطرق الصحيحه لبناء وطن مزدهر حقيقه يعني اكثر الدول لم تستطع الخروج من ازماتها إلا, الا بالقضاء على الفساد، نحن منذ ايام استبشرنا بفضل الله بصدور الميزانيه وكانت هذه الميزانيه تحوي عددا من البرامج الطموحه والرؤى الاقتصاديه التي لا يمكن ان تتحقق هذه الاهداف لو لم نبدا بالقضاء على الفساد والابلاغ عنه ومن هذا المكان انا انصح حقيقه يعني كل مواطن يعني لا لا يتهاون في الابلاغ عن اي جريمه فساد الحمد لله الوسائل متاحه والدوله قامت مشكوره بفتح المجال للابلاغ واتخاذ كافه الاجراءات المتعلقه بتقديم هذه البلاغات واتخاذ الاجراءات يعني للبحث والتحري عن هذه الوقائع طيب. المرتكبه فيها المحامي الاستاذ محمد ال سحيم شكرا لك وشكرا لحضورك الله يسعدك بارك الله فيك الله يغنيك شكرا لكم انتم لا تذهبوا بعيدا فاصل نكون بعد ما تبقى برنامج الشارع السعودي فابقوا معنا جاءت الفقرة المتخصصة في استخراج القيم من 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 دواخلكم، هذه الفقرة هدفها نشر القيم بالتحفيز والقدوة والاقتداء. تجربة اجتماعية معكم تقول وش مسمي امك وابوك في جوالك؟ خلينا نسمع. الوالد الله يغفر له ان شاء الله ما كان عنده جوال يوم توفت زمان. الوالد مسميه دادي يعني بس اسم دلع شوي. الوالد صح طبيعي وامي والله الصراحه يعني جمله طويله دعاء وهذا لكن الله يحفظ امهات الجميع. الوالده نظر عيني والوالد الوالد يعني ما غيرت اسمه. امي والله مسجلها جنتي وابوي مسجله تاج راسي. الجنه الوالده والوالد الوالد ما يحتاج. الوالده ماي كوين والوالد تاج راسي. مسميه داد ومام طبيعي عادي. امي مسميها الحنان تمام ووالدي مسميه تاج راسي. امي مسجلها باسم الدلع اسمها الدلع وأبويا مسجل ابويا ابويا ما نقدر نلعب في الموضوع الله يحفظ لكم أبوكم وأمهاتكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم من توفي منهم مشارع سعودي هو انعكاس لاهتمامك وطموحاتك اكتبوا لنا رأيكم نقدكم على حساباتنا على شبكات التواصل الاجتماعي سنسمع سنتفاعل أيضا ونتعلم تذكر دائما أنا قناة سعودية تستاهل وقتك شكرا لزميلتي ريما السلطان على إعداد هذه الحلقة والمخرج بدر العنزي نشوفكم باذن الله بكره في نفس الموعد فيما لا